من بغداد معي الدكتور أحمد عسكر، الخبير الجيولوجي ورئيس قسم الجيوفيزياء في جامعة بغداد. مساء الخير، أهلا بك معنا. هل هناك علاقة، أو لنشرح أكثر ما ورد بهذا التقرير، علاقة بين تباطؤ دوران الأرض والزلازل المدمرة اللي نتوقع لـ20 تقريبا توقع العلماء بين 2018-2021؟ مساء الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة. لتوضيح بعض الأمور الحقيقة أنا أعتبرها مهمة، لأنه الموضوع أصبح أكثر من موضوع صحفي الحقيقة، لأنه بدأ يهم حياة المواطن وبدأ التخوف يدف في نفوس كثير من الناس. الحقيقة اللي أطلق هذا الموضوع هو العالم الأمريكي روجر بيلهام جامعة كولورادو، اللي أطلق هذا الموضوع بهذا الشكل. طبعا تناقلته وسائل الإعلام وحللتها، بس هذا الموضوع حتى نأكد كجيولوجيين وكخبراء بهذا الموضوع أنه لا يمكن التنبؤ مطلقا بالزلازل ووقوعها، وليس لدوران الأرض وتباطؤها وسرعتها أي علاقة، لأنه ما يحدث من الزلازل له علاقة في باطن الأرض. الشيء اللي مصدر الزلازل هو من داخل وباطن الأرض وعلى أعماق تتعدى أكثر من 40 أو 50 كيلومتر باطن الأرض. حركة الماجما وحركة الصخور المصهورة هي اللي تحدد حركة الدروع أو حركة الرواسخ اللي موجودة على الأرض والقارات، هذه هي اللي تكون السبب الرئيسي في حركة الصفائح الأرضية. سبب أو هي من العوامل التي ممكن أن تساعدكم في توقع الزلازل؟ لا يمكن التوقع، العفو سيد، لا يمكن في شكل من الأشكال التوقع بحدوث الزلازل مطلقا. لكن الصفائح اللي ذكرتها تقصد بأنه هنا هذا السبب، يعني حسب الصفائح الموجودة عليها الدول صحيح أن تكون نشطة زلزاليا أكثر من غيرها؟ أي نعم. ما المناطق الأكثر نشاطا اليوم والتي يعني هي قابلة أكثر، تمام، نقول نتوقع زلازل فيها لأن تشهد زلازل مدمرة؟ المناطق المؤشرة بالنشاط الزلزالي هي المناطق اللي تكون المناطق التقاء الصفائح مع بعضها. كثير من الصفائح الموجودة حول الكرة الأرضية هي تكون نقاط إما تباعد أو نقاط التقاء. نقاط التباعد هي مؤشر على حدوث الحركة من باطن الأرض، ونقاط الالتقاء هي النقاط اللي نتيجة الانفتاح اللي يصير في بعض الصفائح حتما يكون هناك تصادم مع صفائح أخرى، وهذه النتيجة اللي تؤدي إلى الزلازل وشدتها. أنا أشكرك جزيلا. من بغداد دكتور أحمد عسكر، الخبير الجيولوجي رئيس قسم الجيوفيزياء في جامعة بغداد.